بسم الله الأب والروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من رسالة بولس الرسول إلى رومية 6 عدد 23. الكتاب المقدس يعلمنا لأن أجرة الخطية هي الموت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. آمين. مبارك اسمك يا رب. قبل ما نقرا التامل وصلاة الجماعه اليوم، نقدر نتامل في هاي الايه، نقدر نقسمها الى قسمين. قسم الموت، الخطيه تؤدي الى الموت. القسم الثاني هو الحياه في المسيح. المسيح له كل المجد، يعطينا الحياه الابديه. اكو عده شواهد في الكتاب المقدس يدلنا على هاي الامور. خلينا نشوف الشاهد الاول. الشاهد الأول من يوحنا 10:10، الكتاب المقدس هنا علمنا يقول: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. السارق لا يأتي إلا ليذبح ويهلك ويسرق. هنا هو الجزء الأول. والجزء الثاني من الآية يقول: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أضل. يعني مبارك اسمك يا رب. يعني المسيح له كل المجد، هو الحياة والطريق، هو الحياة. والشاهد الثاني هو همنا من يوحنا 8: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريد أن تعملوا. ذلك كان قتالا للناس من البدء. الرب يسوع هنا يتكلم عن إبليس. والشاهد الثالث على هاي الآية هي من تكوين 4، يقول هنا يتكلم الرب مع قايين: إن أحسنت أفلا رفعا. هنا منقدم قايين وهابيل قدموا عشور مالهم للرب يسوع، للرب لله. الله قبل تقديمات هابيل لأنه قدم من أبكار غنمه وسمنها، وقابيل قدم من الشيء الضعيف، اللي شيء مو يعني الزائد من، طبعا هو كان مزارع. والله ما قبل التقديم ماله. وهنا الرب يتكلم مع قايين يقول: إن أحسنت أفلا رفعا، وإن لم تحسن فعند الباب خطيئة رابضة. يعني أكو خطيئة موجودة ننتظرك وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يقول خطية موجودة يم الباب، أنت بس باقي معدك يعني تقود الخطية. التأمل يجي مع آية اليوم: خطايانا تؤدي بنا إلى الموت، نعمة الله تعطينا حياة. الفارق بين هذه الحدود صليب المسيح الذي يتجاوز فجوة خطايانا وتجربنا برحمة ومغفرة وفداء الله. آمين. مبارك اسمك يا رب. الصلاة تجي مع آية اليوم: أبي القدوس، أشكرك لخلاصك لي عبر يسوع. ربي يسوع، أشكرك على دفع الثمن الثاني. روح القدس المبارك، أشكرك على تطهيري وجعلي مكان سكن الله المقدس. باسم يسوع ربي المخلص ويصلي. امين. مبارك اسمك يا رب. اخوتي الاحبه، اشوفكم فيديو ثاني. ربي يبارككم، تصبحون على خير. وبركاته.